اقول كل سنه وهو طيب. ممكن معانا طبعا. النجم، النجم طبعا، نجم النادي الاهلي ومن افضل الهدافين في مصر، كابتن عماد متعب. برحب بيك يا كابتن. مساء الخير، الاخبار زي حضرتك استاذ احمد؟ الاخبار عامل ايه؟ مساء الخير يا كابتن عماد. الحمد لله كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. طيب ربنا يخليك. وسنه سعيده تحقق فيها كل احلامك اللي جايه ان شاء الله. ربنا يخليك. بتحلم بايه السنه دي يا كابتن عماد؟ لا في البدايه بس بشكركم على الـ على الـ يعني على الكلام الـ او الـ الفيديو اللي اتعمل علشاني، فالف شكر ليكوا بجد. حاجه كبيره بالنسبه انت موجوده كمان في قناه النادي الاهلي دي. انت 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 من اكثر ولاد النادي الاهلي اخلاصا، ومن اكثر اولاد النادي الاهلي عطاء، واعتقد انه في الكلام اللي انا بقوله ده بيتفق عليه كل جماهير الاهلاويه بشكل كبير جدا، وتستحق اكثر من كده بكتير. شكرا ليك، الف شكر. ويعني النادي الاهلي ادانا كل حاجه، ف اقل حاجه نقدر نعملها له ان احنا نكون بنخلص بقى. دي حاجه بسيطه لحضرتك يا كابتن، ويمكن كنت بقوله ودايما بقول ده، وقول لي انت رايك. انا بشوف دايما وانا بتفرج على حضرتك وانت بتتكلم اني بحس انك عايز تلبس تيشرت النادي الاهلي تاني وتنزل تلعب الماتشات دي يا كابتن عماد.